لا بديل عن المساواة كهدف وكمبدأ، ولا بديل عن المناصفة كآلية لتحقيقها. إذن هذا هو ربط منظمة المرأة الاستقلالية على حال استحقاقات اللي عرفتها بلادنا وعلى النتائج اللي فرزتها واللي عطتنا نتائج كتضر ماشي بالمرأة المغربية بل كتضر ببلادنا. ما معنى أنه تكون عندنا 12 جهة لا تترأسها امرأة، وكأن المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم عجز أنه يوجد واحد الإطار النسائي اللي يترأس واحد الجهة. عيب. هذا المغرب هذا اللي هذه الكتاب ديال العقول وهو يقود ثورة اجتماعية هادئة، الصم ديالها هو المرأة. اليوم تقصى المرأة من أهم رهان عند المغاربة اللي هو رهان الجهوية، أهم رهان دنيا رهان ديالنا أنها تحقق من خلال الجهوية، البطالة كذا كل هذه الإشكاليات مراهن اليوم عن الجهوية. هذه الجهوية حنا ما فيهاش، وكأننا ماشي نفس الساكنة في المغرب. حتى المرأة المغربية ما هي كفءة باش تكون ما شاء الله على رأس هذه الجهة. إذا أنا كنسجلوا النقطة الأولى بأنه مع الأسف هذا كنسجلوا نقطة أخرى هي اللي كتحس مزيان أكثر من النتيجة. شنو هي؟ وهي أن هذه الإصلاحات كلها وهاد الشعارات كلها اللي دارت من مدونة الأسرة وحنا عارفين حتى دابا حتى الدستور 2013 هذه الإصلاحات مازال ما دخلتش الوعي ديال المواطن المغربي، ماشي المواطن المغربي ديال الفاعل السياسي المسؤولين في هذه البلاد، باقي ما دخلتش الوعي ديالهم لا الوعي الفردي ولا الوعي الجماعي، لأن هذه نتيجة كتدل على غياب هذا الوعي، وهذا هو اللي كيحس في نفسنا وهذا هو اللي كيخصو يكون في برنامجنا. خصنا نخلقوا هذا الوعي، ماشي غير نراكموا القوانين ونراكموا الإصلاحات ونراكموا كذا وتبقى حبر على ورق والنتائج كتبقى كتبرمج كما بغاوها الناس. على هذا الأساس جبنا هذا الشعار.